الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن حياة المؤمن تكون بارتباطه بكتاب الله عز وجل وسيره على مقتضى ما في هذا الكتاب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في جلسة نتقرب فيها إلى الله عز وجل باستماع آيات كتاب الله لتكون سببا من أسباب نزول الرحمة بنا، ونستمع فيها لتفسير كلام رب العزة والجلال، لعلنا أن ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نتدارس درساً ثالثاً في تفسير سورة إبراهيم، فلعلنا نستمع آيات هذا المقطع، ثم لعل الله عز وجل أن يوفقنا لمعرفة ما فيها من المعاني والأحكام. تفضل، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. من بلاغة القرآن أن يأتي السياق الواحد دالاً على معان متعددة مختلفة، وكل منها يكون مقصوداً
ومن ذلك هذه الآية، فإن قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، تضرب المثل بأعمال الكافرين. متى يكون هذا المثل؟ يكون على معنيين مختلفين كلاهما مراد. أولهما بيان أن الكفار في الدنيا يكون لهم إمكانات عظيمة، ولكن هذه الإمكانات والأعمال والخطط والمكر العظيم لا يجدي شيئا، بل يذهب هباء منثورا، كما ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة لهذه الآية، كما في قوله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وهكذا من معنى هذه الآية أن الكافرين إذا جاءوا يوم القيامة معهم أعمال يظنون أنها تجدي شيئا، فإذا جاءوا في ذلك اليوم وجدوا أعمالهم هباء منثورا كرماد اشتدت به الريح. فانظر كيف دلت الآيات على معنيين متفاوتين كلاهما مراد. وضرب الأمثال من أجل التوضيح والبيان طريقة قرآنية فيها تقريب للمعاني وتسهيل لها. وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، التمثيل للأعمال، وأتى بالأعمال كبدل للذين كفروا، بدل بعض من كل، ليبين أن غاية ما لدى هؤلاء هو العمل، وهذا العمل سيكون بمثابة الرماد، تحسبه شيئا فإذا بالريح الشديدة العاصفة تأتي فتذره في الهواء، فلا يصبح له أي قيمة ولا أي أثر، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي في يوم شديد الرياح، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي ما جنوه من هذا الرماد، أتوا بالحطب فأحرقوا هذا الحطب فأصبح رمادا يظنون أنهم ينتفعون به، فإذا بالريح الشديدة تأتي فتفرقه في الهواء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا نتيجة لفعلهم، سواء كان هذا في الدنيا في مقابلتهم مع أهل الإيمان الذين ينصرهم الله، أو كان في الآخرة عندما يحاسب العباد، كما تشير له الآيات اللاحقة. قال تعالى: ذلك، أي هذا المصير بتبدد الإمكانات التي تكون عند الإنسان وعدم انتفاعه بها لكونه قد ضاد الحق ولم يقبل به، هو الضلال البعيد، أي هو البعد عن الخير والهدى وطريق الاستقامة الذي يبعد به الإنسان عن ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا بآياته الكونية ليعرف أنه جل وعلا قادر على التصرف في الكون، وأنه هو الذي يتصرف فيه، فهو يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ومن ثم من التجأ إلى الله وكان مع الله كانت له العاقبة الحميدة دنيا وآخرة، فقال سبحانه: ألم ترى، أي ألم يكن من شأنك أن تشاهد آثار صنع الله في الكون، فهذه السماوات العظيمة
فوقكم تدلك على قدرة الله، فالله الذي خلق هذه السماوات قادر على نصرة أوليائه المؤمنين وخذل أعدائه الكافرين، وقادر على بعث العباد ليوم المعاد. وهكذا من خلق هذه الأرض التي تحت أرجلنا قادر على ذلك. ثم انظر، هل تعتقد أن الله الحكيم الخبير يخلق هذه الأشياء من السماوات والأرض عبثا؟ إنما خلقها بالحق من أجل أن يشكر العباد ربهم ويقوموا بعبوديته، ولذا ذكرهم بقدرته على العباد، فإن من أوجدهم قادر على إذهابهم، ولذا قال إن يشأ يذهبكم، أي يجعلكم تذهبون ويلقي عليكم الموت فيأتي بجيل جديد، أو يذهب هذا البشر ويأتي ببشر آخرين، وذلك يسير على الله جل وعلا. ولذا قال إن يشأ يذهبكم. تفكروا، فالذي أوجد هذه السماوات وهذه الأراضين قادر على أن يذهبكم وأن يميتكم وأن يأتي بخلق وأجيال جديدة يحلون محلكم في هذه الأرض. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال تعالى وما ذلك على الله بعزيز، أي استبدال الناس والإتيان بآخرين بدلهم ليس بالأمر الصعب الشديد على الله جل وعلا. فمن أوجد الجيل الأول الذين كفروا وتمردوا قادر على إيجاد جيل آخر. وفي هذا تهديد لأولئك المكذبين المعاندين الصادين عن سبيل الله، يذكرهم بقدرته على إنزال العقوبة التي تستأصلهم ولا تبقي منهم أحدا. ثم ذكر الله جل وعلا بمآل الناس في يوم القيامة، فقال وبرزوا لله جميعا، أي ظهروا. فالبارز هو الظاهر غير المستتر، فإنهم في يوم القيامة تسوى بهم الأرض فيصبحون على صعيد واحد وأرض مستوية يبرزون لا يخفى منهم أحد. قال وبرزوا لله جميعا، لم يفقد أحد منهم، بل كلهم قد أصبحوا ظاهرين في مواقف القيامة من أجل أن يسألوا وأن يحاسبوا وأن يجازوا على أعمالهم. في ذلك الموقف يتبرأ الكافرون بعضهم من بعض، فيحكي الله عز وجل ما يكون بين الضعفاء والمتكبرين، فيقول سبحانه فقال الضعفاء، أي التابعين لغيرهم، المقلدين لرؤسائهم، المنقادين لتوجيهات كبرائهم، قالوا للمتكبرين الذين استكبروا، أي طلبوا كبر أنفسهم ولم يكن لهم ذلك، قالوا لهم إنا في الدنيا كنا تبعا لكم فاخترنا ملتكم وديانتكم وسرنا على طريقتكم وانقدنا لأوامركم. فحينئذ هل استجابتنا لكم في الدنيا تجعلكم تصدون عنا شيئا من عذاب الله؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟
واستخدم شيء للتقليل، فيقولون على الأقل اصرفوا عنا أدنى جزء من عذاب الله في نار جهنم. فقال الذين استكبروا: نحن لو كنا على الهداية لهديناكم إلى الطريقة التي نسير عليها. ولذا قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. فأسندوا الأمر على جهة الجحد لنعمة الله إلى الله تعالى، فنفوا أن يكون الله قد هداهم وكان الضلال بسببهم، فإن الله عز وجل قد أعطاهم من الوسائل والآلات ما يتمكنون به من معرفة الحق، فقد جعل لهم عقولاً يفهمون بها، وجعل لهم آذاناً يسمعون بها، وأعيناً يبصرون بها، وقد عرضت لهم الحجج البينة والدلائل الواضحة القاطعة، إلا أنهم لم يستجيبوا لدعوة الحق. فكانت كلمتهم هذا: لو هدانا الله، على جهة المغالطة وتبرئة النفس من آثار فعلهم السيء السابق. وهكذا طبيعة آدمية، أن الإنسان عندما يقدم على ما لا يحسن من الأفعال يحاول أن ينسب ذلك الفعل إلى غيره تسببا، وذلك لا ينجيه ولا يكون عذرا صحيحا له. ففي ذلك الموطن قالوا: سواء علينا، أي الأمر مستو، سواء علينا سواء نسبنا ترك الهداية لأنفسنا أو لغيرنا، فإن العذاب لاحق بهؤلاء الكبرى وبالضعفاء الذين تبعوهم. ولذلك لو قدر أنهم تحسروا على ما فاتهم في الدنيا وندموا على ما كان منهم، فإن تلك الحسرة وذلك الندم لا يجدي شيئا ولا يغني عنهم من عذاب الله شيئا. ولذا قالوا: سواء علينا أجزعنا، أي تسخطنا من قدر الله حينما قضى عليهم بدخول نار جهنم بسبب عدم استجابتهم لداعي الهدى من أنبيائه وأوليائه، أم صبرنا، أي تحملنا ما يأتينا من العذاب، أي تحملوا ما يأتيهم من العذاب في ذلك اليوم، ما لنا من محيص، أي لا نستطيع الهرب من عذاب الله جل وعلا. يقال حاصى الفرس، بمعنى أنه مال حتى استطاع الهرب والتخلص. فهكذا هم تعرفوا أنه لا طريق لهم للهرب من عذاب الله جل وعلا. في ذلك الموطن العصيب الذي شاهد فيه هؤلاء الكافرون مصيرهم السيء وعاقبتهم السيئة التي نتجت عن فعلهم بإعراضهم عن داعي الهدى، يأتي الشيطان فيتكلم بصوت عال على أهل النار من أجل أن يدخل الحسرة على قلوبهم، وأن يبين لهم أن ترك الحق إنما كان بسببهم. فلذا يقول الشيطان لما قضي الأمر، أي عرف من يكون مصيره إلى الجنة وعرف من يكون مصيره إلى النار، ووزعت الكتب في ذلك اليوم الرهيب، حينئذ يقول الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق، أي وعد من أطاعه بأن يدخله الجنان وأن ينجيه من النيران. فوعد الله واضح وبراهينه قائمة،
جاء هذا الوعد إليكم فلم تستجيبوا له ولم تنقادوا له، وفي المقابل جاءكم وعد من عدوكم الشيطان بإغرائكم على مخالفة أمر الله، فقال الشيطان: ووعدتكم فأخلفتكم، أي أنني منيتكم بالعواقب الحسنة وزينتها لكم في قلوبكم فأقدمتم على معاصي الله، ابتداء من إخراج آدم من الجنان إلى ما وقع من المعاصي من عباد الله ومن المخالفات التي يزينها لهم عدوهم الشيطان الرجيم. ولذا قال: وما كان لي عليكم من سلطان، أي لم يكن لي عليكم أمر ملزم يجعلكم تنقادون لي. فنفي السلطان هنا يعني أمرين: أولهما نفي الحجة والدليل الواضح، وثانيهما نفي الأمر النافذ. بينما قال في آية أخرى الله تعالى في آية أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم من سلطان إلا من واستثنى بعد ذلك أولئك الكافرين، فأثبت السلطان له عليهم في الموطن الآخر. فنقول في هذا بأن السلطان الذي أثبته هناك سلطان التزيين والزخرفة، وأما السلطان الذي أثبته في هذه الآية فإنما هو سلطان الأمر النافذ أو سلطان الحجة المقنعة. ولذا فلا تعارض بين قوله هنا: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مع قوله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم قال لهم: فلا تلوموني، أي لا تجعلوا اللوم والعتاب علي، يقول ذلك إبليس، وإنما اجعلوا العتاب على أنفسكم، فأنتم الذين تركتم داعي الله ودعوة الحق مع ما فيها من براهين وأدلة واضحة. فقال إبليس: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم قال: ما أنا بمصرخكم، أي لن أنصركم ولن أقوم معكم ولا أستطيع أن أنجيكم من عذاب جهنم. وما أنتم بمصرخي، أي لن تستطيعوا أن تقوموا بنصرتي. كانت العرب تقول لمن استنصر غيره صرخ قومه، بمعنى أنه طلب منهم نصرته فصرخوه، بمعنى أنهم قاموا بنصرته بعد أن طلب منهم ذلك. فإبليس يقول لهؤلاء الذين استجابوا له: ما أنا بمصرخكم، أي لن أستطيع أن أنجيكم من هذا المصير الذي وصلتم إليه، وكذلك أنتم لستم بمصرخي، فلا تستطيعون إنقاذي من نار جهنم. ثم قال إبليس لهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي ما جعلتم لي من عبادة وما جعلتم لي من طاعة، فإني لا أسلمها لكم اليوم ولا أقر لكم بها، بل أقر أنكم مخطئون في ذلك كله لتقع اللائمة عليهم. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم موجع.
والظلم هنا قد يراد به الشرك، كما في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، أو يراد به المخالفة وعدم تقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره. ولما ذكر الله مصير هؤلاء الذين لحقهم الندم ووقعت عليهم العقوبة، ذكر من يقابلهم من أهل الإيمان وكيف كانت العاقبة الحميدة لهم، فقال: وأدخل الذين آمنوا، أتى بصيغة البناء للمجهول ليبين أنهم استقبلوا وجاءت بهم الملائكة تحفهم لتدخلهم في جنان الخلد. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أي مواطن نعيم فيها أشجار وقصور ملتفة يغطي بعضها الآخر، ومن شأنها أن الأنهار تجري من تحتها فيتنعمون بأحسن نعيم، ومن نعيمهم أنهم يبقون في الجنة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. وهذا الخلود بإذن ربهم، وهذا النعيم بفضل رب العزة والجلال، وإلا فإنما أقدم عليه من العمل والإيمان لا يوازي ما آتاهم الله من العاقبة الحميدة والثواب الجزيل، وإنما هو بفضل رب العزة والجلال. وهكذا خلودهم بإذن ربهم، فإن الله هو الذي قدر لهم أن يكونوا مخلدين في جنات النعيم. وهكذا يجعل الله بينهم المحبة والتآلف بإذن منه سبحانه وتعالى، ولذا يحيي بعضهم الآخر، بمعنى أن كل واحد منهم يدعو للآخر ببقاء حياته ويتمنى أن يحيا معه، تحيتهم فيها سلام. فكل واحد منهم يتمنى للآخر أن يكون سالماً من كل ما يؤذيه من الآفات ومن تكدير باله ومن أنواع الأذى. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة، منها أن الله جل وعلا يذهب قيمة أعمال الكافرين في الآخرة، فإنهم إذا قدموا لا تقبل أعمالهم، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحينئذ يعلمون في ذلك اليوم فوات ما أدوه من الأعمال، والسبب في هذا أنهم لم يكونوا مخلصين فيها، ولذا ضاعت أعمالهم فلم يستفيدوا منها شيئا. قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي هذه الآيات أن سنة الله جارية بنصر عباده المؤمنين وبإذهاب كيد الكافرين، وأن العاقبة تكون لأولئك الذين يدعون عباد الله إلى شرع الله. قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي هذه الآيات أن المؤمن لا ينبغي به أن يغتر بالإمكانات الدنيوية
التي يعطيها الله عز وجل لبعض عباده، فكم من إمكانات تذهب هباء منثورا لا يستفاد منه، بل بعضها يعود وبالا على صاحبه. وكم من إمكانات كانت عند الكافرين جعلها الله عز وجل نصرة للمؤمنين. ومثال ذلك فيما فعله صفوان بن أمية، فإنه بعد صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح وضع الحرب 10 سنين، فقال: سأجمع السلاح في هذه المدة حتى إذا انقضت مدة الصلح نقوم بالانقضاض على محمد وأصحابه. فبدأ يجمع السلاح لصد الناس عن دين الله ولقتال أهل الإسلام، فما هي إلا أن نقض أهل مكة صلحهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، فطلب صلى الله عليه وسلم من صفوان السلاح من أجل أن يقاتل به أهل الإسلام، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مؤدى. فأعطى السلاح لهم، فانظر كيف كان هذا السلاح معدا لقتال أهل الإسلام، فأصبح أهل الإسلام هم الذين يقاتلون به، فأصبح نصرة للإسلام وأهله. وفي هذه الآيات من الفوائد التفكر في عظيم خلق الله عز وجل، ومعرفة أن هذا الخلق ليس من الأمور العبثية، وإنما قدرها الله جل وعلا لحكم يراها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تخويف الناس من نزول العقوبات بهم إن أعرضوا عن سبيل الله، وبيان أن الله الذي خلق السماوات والأرضين قادر على أن يأتي بأناس آخرين بعد أن يهلك من على الأرض. وفي هذه الآيات التذكير بعظم قدرة الله جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء. وفي هذه الآيات تذكير الناس بيوم المعاد ووقوفهم بين يدي رب العباد حيث يجازيهم على أعمالهم، ومن ثم فعليهم أن يستعدوا لذلك الموقف العظيم. وفي هذه الآيات أن تبعية الضعفاء والصغار ومن ليس عنده قدرة للكبار في صدهم عن دين الله لا تغني عنهم شيئا، وأن الواجب على الواحد من الناس أن يأخذ بالحق وألا يصده عنه ما ينشره الكبار والمستكبرون من دعايات كاذبة يصدون العباد بها عن دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الهداية من عند الله جل وعلا، ولكن لها أسباب من العباد، فالله تعالى قد أعطى العباد من الأدوات وأقام عليهم الأدلة والحجج والبراهين بما يكون قاطعاً لعذرهم، فإنه لم يمنعهم من الاستجابة لدعوة الحق إلا ما فعلوه من إعراضهم عن دين الله وتبعيتهم لعدوهم إبليس. وفي هذه الآيات أن الجزع لا يغني عن صاحبه شيئا، وأن الشأن في أهل الجزع أن يزداد ما أصابهم وأن يتألموا زيادة ألم، ولذلك فإن من شأن المؤمن أن لا يكون جازعا
مما يقدره الله عز وجل عليه. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يتبرأ بعضهم من بعض في يوم القيامة، فيتبرأ المستكبرون من الضعفاء ويتبرأ إبليس منهم. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يلقي بعضهم اللوم على بعضهم الآخر مما يزيد من حسرتهم وتأسفهم. وفي هذه الآيات من الفوائد تحذير الإنسان من الاغترار من دعوات عدوه الشيطان الرجيم وتزيينه للمنكرات، وأن الواجب على العبد أن ألا ينقاد لما في نفسه من شبهات أو شهوات يلقيها عليه عدوه الشيطان الرجيم. وفي هذه الآيات أن وعد الله حق، فالعاقبة الحميدة دنيا وآخرة لأهل الإيمان، بينما وعد الشيطان وعد كاذب. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي هذه الآيات أن سلطان الشيطان على العباد إنما هو بالزخرفة والتزيين، وليس من سلطانه قدرته على التصرف في العباد، وليس من سلطانه الحجة والدليل الواضح، بل حجة الحق أوضح وأبين مما يلزم الإنسان أن يستجيب لها. وفي هذه الآيات التحذير من إشراك الشيطان في عبودية الله أو في طاعته. وفي هذه الآيات أنه لا يستطيع أحد أن ينقذ أحدا يوم القيامة مهما كان بينهم من الألفة والتناصر في الدنيا. وفي هذه الآيات التذكير بالعقوبة الشديدة التي تكون للظالمين مما يقتضي الحذر من الظلم، سواء في عبودية الله بصرف شيء من العبادات لغير الله، أو من الظلم الذي يكون بين العباد بأن يعتدي بعضهم على حقوق بعضهم الآخر، فإن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي هذه الآيات كرامة أهل الإيمان وأنهم يستقبلون ويتحفى بهم في يوم القيامة، ويكون معهم من يأخذ بأيديهم ليدخلهم في الجنان. وفي هذه الآيات الترغيب في الأعمال الصالحات، والعمل صالح والعمل يكون صالحا متى وجد فيه أمران: أولهما أن يكون العمل لله يراد به أجر الآخرة ويراد به استجلاب رضا الله، فتؤدي صلاتك وصيامك لترضي الله عنك ولتكون من الفائزين في يوم القيامة. وقد استدل بعض المرجئة بهذه الآية وأمثالها في نفي دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فقالوا: إن الله قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف عمل الصالحات على الإيمان. قالوا: والعطف يقتضي المغايرة، وهذا الكلام ليس بصحيح، فإن العطف إنما يقتضي عدم المطابقة ولا يقتضي المغايرة. ويدلك على ذلك أنه لا زال العرب يعطفون الخاص على العام، كما في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان نوع من أنواع الفاكهة، كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته
ورسله وجبريل وميكال من الملائكة. ويدل على هذا قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق، ومع ذلك عطفه عليه. والتواصي بالحق جزء من أجزاء الأعمال الصالحة، ومع ذلك فقد عطفها عليها. فهكذا نقول بأن العمل الصالح جزء من الإيمان، ولذا عطف عليه. وفي هذه الآيات أن أهل الجنان يبقون فيها أبد الآباد، يخلدون فيها لا يخرجون من الجنة أبدا. وقد قيل في المعنى في هذا أن أعمال المؤمنين مع أنها محصورة، إلا أنهم كانوا ينوون أن يستمروا في عملهم الصالح لو بقوا المدد الطويلة ولو بقوا أبد الآباد، فجزاهم الله بأن جعل ثوابهم على جهة الخلود أبدا، لا ينقطع النعيم الذي هم فيه. وفي هذه الآيات أن الترغيب في بذل السلام وإلقاء تحية السلام، فإن تحية السلام هي تحية أهل الجنة، ولذا يحسن بأهل الإيمان أن تكون تحيتهم بالسلام. وقد ورد في النصوص الترغيب في تحية السلام، فقد جاء في الحديث أن جبريل قيل له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم، فألقى عليهم تحية السلام، فقال الله عز وجل: هي تحيتك وتحية أمتك من بعدك. وقد جاء في فضل إلقاء السلام آيات متعددة وأحاديث مختلفة. انظر إلى تحية إبراهيم مع الملائكة، كل منهم ألقى تحية السلام. فهكذا أهل الجنان تكون تحيتهم في ذلك اليوم بالسلام. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يحب بعضهم بعضا، ويتمنى بعضهم الخير لبعضهم الآخر، ولذا تجدهم يحيي بعضهم بعضهم الآخر. أسأل الله أن يجعلكم من أهل الجنان، وأن يعيذكم من النيران، وأن يرفع لكم الدرجات في جنان الخلد، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالكم كلها، وأن يغفر لكم ذنوبكم، وأن يتجاوز عن سيئاتكم، وأن يجعل العواقب الحميدة لكم. غفر الله لآبائكم وأمهاتكم ورفع درجاتهم عنده، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ذراريكم وأن يجعلهم هداة مهتدين. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يبارك فيها، وأن يبارك لها، وأن يجعلها صالحة مصلحة. ونسأله جل وعلا أن ينشر دين الإسلام بين الخلق، وأن يجعلهم يستجيبون لدعوة الحق، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.